قم سيدي، فالقوم خانوا عهدهم، خانوا وصية أحمد المختار. لم تبق من عذر لهم وذريعة إلا لجمت بها عدو الباري، فأتيتهم بوصية عصماء من كتب الحديث فزاح كل غبار، وأتيتهم بعلوم أهل نبينا وأتوك باستهزاء واستهتار، وأتيتهم بالحكم من رب العلا والملك دوما منه في استمرار، فهو الذي جعل الخلافة فيكم رغما عن الحساد والكفار، وهو الذي أنجى النبي محمد من غدر كل منافق ختار، وهو الذي نجى الكليم من الأذى من كيد كل مخادع جبار، شق العباب له فآمن روعه ومشى يقينا مشية المظفار. من كان يؤمن بالإله وبأسه حتما سيؤمن بانتصار الباري. قم سيدي، فالصحب جاءوا عصبة يفدوك بالأبناء والدينار، بل بالنفوس، وكلهم وله بكم يدعون رب البيت ليل نهار، أن يكشف الكرب العظيم عن الورى ويعجل التمكين بالأنصار. يا رب فاحفظهم وبيض وجههم أنصار قائم آلك الأطهار، وانشر بهم في كل بقعة مسجد دين النبي وآله الأخيار، واجزي إلهي كل باغ فاجر بئس المصير وبئس دار قراري.